بنتي سمرة، أقسم بالله العلي العظيم مالكش عندي يمين، اليمين عند الله. أنا ما كنت حاطة ميك اب، أنا كنت حاطة كريم يدي اللون بتاع ابني وبنتي والحارة، لأن الست دي طول النهار قاعدة على الكنبة اللي بره. إنما لا حطيت روج ولا كان معايا ماكير. مش بتكلم على كده، لا أنا لا كان، أنا مش بدافع عن نفسي. على اللون اللي بيغمق. لا ما هو لازم سامحني، اما جيت اعمل بغاشه دي واحده من الجيبسي الغجر، فغمقت نفسي ورفعت حواجبي. انا بشتغل حسب الشخصيه اللي انا بعملها هي ايه، واقسم بالله تاني انا ما كنت عامله مكياج خالص. وانا ست كتير جدا بطلع من غير مكياج، وقت ما يبقى المشهد محتاج ان انا احط مكياج بعمل كده، مش محتاج مفيش داعي. شوف الامريكان بيطلعوا غاسلين وشهم، تعرف الفرق بين الفيلم او المسلسل الامريكاني او المسلسل بتاع اي بلد تانية؟ فرق المكياج من غير اللغة. يعني انا بحب اتفرج على التلفزيون من غير الصوت، اقول ده مش امريكاني، لان هما مفيش احلى من الطبيعة. بس احنا ممثلات، فوقت المشهد اللي محتاج ميك اب بنحط له. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، اكم في افلام وان لوكيشن بين السماء والارض للعظيم، مش كده ولا ايه؟ مش عيب، ما احنا بنتكلم على المكان ده، ما بنتكلمش على المكان اللي بره، احنا بنتكلم على المكان ده والناس اللي عايشين في المكان ده وقد ايه بيحبوا بعض، واللي بيفضل بعد الواحد ما بيموت السيره اللي حضرتك سمعتها، العمل اللي بيعمله هو اللي بيعيش. وعلى فكره ده ما يزعلنيش، بس ده انا بحب ارد في وقتها علشان ما ابقاش ايه اقول انا عامله حاجه غلط. انا قريت الفيلم ده من الساعه 7 ل 1 ونص بالليل في وان تيك، ما حسيتش ان انا في ولا مشهد فيه. انا فوجئت واحنا بنعمل بروف الترابيزه وبنتعرف على بعض ان انا 15 مشهد، البطله دي 15 مشهد في الفيلم، انا ما حسيتش بغيابها. وكنت بعد اراقب المخرج بيعمل ايه ومدير التصوير، ولما كنت بشوف حاجه عشان انا قبل منهم كنت بروح اقولها، وهم لما بيشوفوا حاجه مش مظبوطه كانوا بيجوا يقولوا بمنتهى الادب والاخلاق. واحلى اللوكيشن عشته مع انهم ولادي، بس متربين كويس. شكرا.